الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: هل ينظرون إلا وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ونزل القوة وقضي الأمر. وقضي الأمر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى أراد في هذه الآيات إثبات صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى والجل آخره. ما هو قول أهل السنة والجماعة في صفة المجيء والإتيان؟ إثبات لله سبحانه وتعالى مجيء وإتيان حقيقي لا اختيار تعاون. لا يماثل مجيء وإتيان الخلق. ما هي الثمرة من الإيمان بصفة المجيء والإتيان؟ المبادرة إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هل ينظرون يعني ما ينتظر هؤلاء الذين أعرضوا عن دعوة الأنبياء والرسل؟ هل ينتظر هؤلاء مجيء وإتيان الله سبحانه وتعالى؟ وإن أتى الله سبحانه وتعالى مجيء حقيقي يوم القيامة منفصل بين الخلائق لا ينفع الإيمان. هل ينظرون يعني ما ينتظر هؤلاء وما يمنع هؤلاء من الدخول في الدين؟ يرد أهل السنة والجماعة على من قال أن المجيء والإتيان هو مجيء للأمر أو مجيء للملائكة. بأي بماذا؟ بأنه مخالف لظاهر نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف وليس عليه دليل، وأن الله سبحانه وتعالى غاير بين مجيئه سبحانه وتعالى وبين مجيء الأمر ومجيء الملائكة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والله أعلم آيات كم آية؟ أصبحت أربعة. أربعة. الآية الثلاثة الأولى كلها فيها دليل على مجيء الله سبحانه وتعالى. الرابعة فيها إشارة، وهذا من فقه المؤلف رحمه الله تعالى. ويوم تشقق السماء بالغمام، تشقق السماء بالغمام نزل الملائكة تنزيلا، هذه الإشارة إلى إتيان الله سبحانه وتعالى إتيان حقيقي بلم جرى في عرضه. ما الثمرة؟ الثمرة الخوف من هذا اليوم والاستعداد لهذا اليوم، لأن هذا اليوم يوم جزاء وحساب. ذكرنا بما تقدم أن التوبة تغلق عن طالبها إما بطلوع الشمس المغربة أو بالحضور الوفاة. نعم بعدها. لا بعدها بعد بعد بعد. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك. على السنة والجماعة بكل الله سبحانه وتعالى وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل وجه المخلوق. واثبتوا كل ما اثبت الله سبحانه وتعالى هذا الوجه من صفات اجاره النور على ما سياتي معنا. اذا ما هو قول اهل السنه والجماعه في اثبات صفه الوجه لله سبحانه وتعالى؟ اثبتوا لله سبحانه وتعالى وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل وجه المخلوقين. واثبتوا كل ما اثبت الله سبحانه وتعالى لهذا الوجه من صفات. نعم. ويبقى وجه ربك اي يبقى ذات الله سبحانه وتعالى موصوفة بصفة الوجه. في الآية إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وجه الله. نعم. الآية الثانية فقوله كل شيء هالك إلا وجهه. يعني كل شيء يذهب ويفنى إلا ما أريد به وجه الله. الآية فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وجه الله، وفيها إثبات أن الأعمال تقبل بشرطين على ما تقدم معنا، منها الإخلاص. يعني كل شيء من الأعمال يذهب إلا ما أريد به وجه الله. وفي الآية دليل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، حتى لا يقال عنك أنك مؤول، لأنه قد تقول في تفسير هذه الآية الآية هذه فيها دليل على الإخلاص وتسكت، قد يقال عنك مؤول أنكرت صفة الوجه. تقول الآية فيها دليل على صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وجه الأخذين، وفي الآية دليل على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ما منعك ألا تسجد لما خلقت. ما منعك أن تسجد لما تسجد لما خلقت بيدي. أولا هنا يعني لابد من مباحث. المبحث الأول أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين حقيقيتين تليق بجلاله وعظمته لا تماثل مع المخلوقين. هذا
الأمر الأول، مبحث الأول. إذن أهل السنة يثبتون لله يدين اثنتين حقيقيتين تليق بشرف عظمته، لا تماثل مع المخلوقين. الثاني، أهل السنة والجماعة يردون على من أيضا يثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لديه من صفات قبض وبسط وأصابع وكلتا يدي ربي يمين. الثالث، يردون على من فسر اليد بالنعمة أو القوة، لأن اليد تأتي بمعنى النعمة والقوة. لولا يد لك عندي، أي نعمة؟ قال: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية فرقة من فرق المجوس، يقول أن للعالم خالقان، النور يخلق الخير والظلام يخلق الشر. قال: كذبتم، وكم لظلام الليل عندك من يد. الليل في عطايا كثيرة، ثلث الليل الآخر. كيف نرد على من فسر اليد بأنها النعمة والقوة؟ نرد عليهم مخالف لظاهر النص واجماع السلف وليس عليه دليل، وأن اليد وصفت بأوصاف لا يمكن توصف بها النعمة، القبض والبسط والأصابع، ثم أن النعمة ما تثنى، لما خلقت بيدي، لما خلقت بنعمتي ما تأتي، بقوتي ما تأتي. ثم لو كانت اليد بمعنى النعمة أو القوة لم تكن مزية، هناك مزية لآدم على إبليس، وإلا قال إبليس: وأنا يا رب خلقتني بنعمتك وبقوتك. مفهوم؟ وبهذا كل يزول الإشكال، قبض وبسط وصالح وتثنية ولم تكن مزية، مخالف لظاهر النص إجماع السلف وليس عليه دليل. المبحث بعد هذا، لو قال لك قائل أن اليد جاءت مرة مفردة ومرة مثنى ومرة مجموعة كما في العين، كيف تجمع؟ ذكرنا لكم في القديم أننا نتبع النصوص خلافا لأهل الباطل. أهل الباطل يعتقد أولا ثم بعد ذلك ينكر النصوص ويستدل، فأهل السنة يستدل أولا. كيف نجمع بين الإفراد والتثنية؟ المفرد إذا أضيف يعم ولا إشكال. نعم، تجري بأعيننا، هذا جمع. طيب، لما خلقت بيدي. الآن إذا لا فرق، لا تعارض بين الإفراد والتثنية، لأن المفرد إذا أضيف يعم. الثاني، لا تعارض بين الجمع والتثنية. لماذا؟ لأن عند الفرضية أقل الجمع اثنان، والجمع قد يراد به التعظيم. إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظ، يراد به التعظيم فلا تعارض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التثنية إذا جاءت يراد بها العدد. إذا أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين حقيقيتين تلف جلالة عظمته، لا تماثل أيدي المخلوقين، يثبتون لهذه اليدين كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى من قبض وبسط وأصابع وكلتا يدي ربي يمين. الآية الأولى: ما منعك، ما منعك، هذا خطاب لإبليس أن تسجد لما خلقت بيدك. وتقدم معنا لا يظن ظان أن السجود سجود عبادة، لأن العبادة حق لله لا يمكن أن يصرف منها شيء لغير الله. نعم، لما خلقت بيدي، وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على وجه الله به، وفيه إثبات مزية لآدم عليه الصلاة والسلام. وإن صح الحديث يكون ما خلق الله سبحانه وتعالى بيده ثلاث أشياء: آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا في منقبة لآدم عليه الصلاة والسلام، وغرس جنة عدن بيده، وهذا في ما أعد الله سبحانه وتعالى المتقين، نسأل الله من فضله، أن الله سبحانه وتعالى
غرس جنة عدن بيده وكتب التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام بيده، وهذا في من قبل موسى عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا أن ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. نعم، لما خلقت بيدي. نعم. وقوله وقالت اليهود. وقالت اليهود. نعم أقرأ. وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان.